قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه لا يريد رئيسا جديدا يطعن المقاومة في ظهرها أو يتآمر عليها. هذا كلام قد يكون جيد وقد يكون إيجابي، لكن المسألة أهم والمسألة أبعد مما يسمى مقاومة أو من سلاح المقاومة. المسألة تتعلق بلبنان نفسه وتتعلق باللبنانيين وتتعلق بحاضر اللبنانيين ومستقبل اللبنانيين. أيهما أهم، المقاومة أم مصير اللبنانيين بشكل عام، أم حياة اللبنانيين، أم نمط عيش اللبنانيين، أم ثقافة اللبنانيين، أم العيش المشترك اللبناني، أم مشروع الدولة، أم الاقتصاد، أم المأكل والمشرب والملبس، أم الحاضنة العربية للبنان؟ أيهما أهم؟ أن نحافظ على سلاح هو سلاح عمليا يعمل في إطار أجندة خارجية لا علاقة لها بلبنان لا من قريب ولا من بعيد، أم المهم أن تكون مصالح لبنان مصالح كل اللبنانيين وليس فئة من اللبنانيين هي الأساس؟ أيهما أهم؟ أن يكون هناك مستويين من الوطنية والمواطنية في لبنان، أم مستوى واحد ومساواة أمام القانون وتحت القانون وتحت كنف الدولة، الدولة الجامعة لكل اللبنانيين؟ إذا استمر هذا المنطق الذي يضع المقاومة فوق اللبنانيين وما يسمى بالمقاومين فوق البشر وفوق الشركاء في الوطن، فإننا حتما ذاهبون نحو كارثة. الكارثة هي أنه مع الوقت سوف نجد أكثر فأكثر لبنانيين لا يرغبون في العيش مع لبنانيين آخرين. نحن نحذر من أن هذا الاستمرار، مواصلة هذا النوع من المقاربة، من مقاربة الشأن اللبناني والشأن الوطني اللبناني الداخلي، سوف تؤدي إلى طلاق داخلي مديد ولا عودة عنه.